زي ما هو كان بيستعمل اسلوب تاكيد انت بترد عليه بالتاكيد، هو بيستعمل اسلوب ساخر انت ما بتستعملش اسلوب ساخر، انت بتستعمل اسلوب تعظيم لعقيدتك، هذا امر لا يسخر فيه. والقران له طريقه عجيبه في الرد على مثل هذه الامور، هنذكرها دلوقتي في الايه اللي بعدها، لكن نكمل. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يبقى هو عايزك تقع في كثير من الخطايا، مش عايزك تعمل خطيئه واحده، عايزك تقع في كثير من الخطايا. ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. يبقى ده غرض قراني، توضيح كذب هؤلاء. يبقى ده غرض، ده جهد لازم احنا نشتغل عليه، ان احنا نبين ان هؤلاء الناس تكذب على الدين، تفتري على الدين. يعني كتير من الشبهات اللي بتطرح هو اما بياخد ايات متشابهه فعلا ويقتطعها من سياقها، وربنا قال لنا كده، هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، وقال لنا ان في ناس غاويه تمسك في المتشابهات وتسيب المحكمات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وعايز يفتن الناس. وكتير بيعمل ايه؟ بيكذب، بيقوم بتلفيق قضايا. يجيب لك مثلا حادثه في السيرة وهو يعلم ان السند ضعيف، او يلفق بين القضايا وبعضها، او يكذب والناس ما بتقراش، هو بيعتمد الناس ما بتقراش. فغرض قراني اصيل توضيح كذب هؤلاء، انهم لكاذبون. يبقى مهم في الردود. يعني مثلا لما يجي الواحد بيتفرج على اغلب الفيديوهات اللي اتعملت على الطعن في البخاري، تجد في جزء كبير منها هو في كذب، هو تعمد، والكذب هو مخالفه الواقع، سواء هو تعمد او هو جاهل، يعني ايا كان، لكن هو في جزء منه كذب وتصور، يعني مش فاهم اصلا علم الحديث، يعني هو بيتكلم عن حاجه مش هو ده علم الحديث اصلا، فبيهون من شيء وبيسخر من شيء ويتريق ويقعد يحسب ويقول لك ازاي والبخاري عامل كده، وبيضحك وبيتكلم عن قضايا هو اصلا مش عارف تسلسل علم الحديث، مش عارف اصلا دور الامام البخاري جه امتى، مش فاهم، هو مش فاهم اصلا المبنى كله اتعمل ازاي، فهو بيخبط. فدورنا احنا نوضح انهم كاذبون وما هم بحاملين من خطاياهم. بس قبل ما نقول ان هم كاذبين، انهم كاذبون، الاول ناكد العقائد بتاعتنا، انه لا تزر وازره وزر اخرى، ما لكش عذر يوم القيامه. مش تقول اصل هم اللي قالوا لي والناس ووقعت، ليه تعرض نفسك للشبهات اصلا؟ ليه تعرض نفسك للشهوات؟ الانسان ضعيف، خلق خلقا لا يتمالك، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان لما درس ادم علم انه خلق خلقا لا يتمالك، انت اصلا لا تتمالك، ليه تعرض نفسك للشهوات والشبهات؟ ومع انتشار للاسف قضايا الشبهات اصبح في اشخاص بيظن انه عنده الجرأة الكافية انه يتعرض ويقول لك انا هرد، وهو يعني ما عندناش يا جماعة علم لوحده كده اسمه علم الرد على الشبهات، لا ده انت بتحصل يعني ارضية شرعية كبيرة ثم تتخصص، لكن انت اصلا ما عندكش هذه الاصول هترد ازاي؟ ربنا يحفظنا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني رغم انك انت عارف ان الدجال وعارف ان مكتوب بين عينيه كافر وانه اعور وعارف الاوصاف، لكن انت لا تأمن على نفسك حينما ترى هذه الفتنة. من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله ان الرجل يأتيه ويحسب انه مؤمن فيتبعه على ما يبعث به من الشبهات. يعني انت رايح وانت متوقع ايه يعني مشكلة الدجال، روح اتفرج على الاعور اللي مكتوب عليه كافر، على راسه كافر، تعالوا نقرأ كافر، تروح تبقى من اجناد من جنود الدجال، فما ترميش